وبعد عين جالوت بعديد من الأيام رأى الأمير بيبرس أن السلطان قطز صار واحدا من اللئام. وما هي إلا أن تغيرت الحال وبات بيبرس هو السلطان بلا جدال. وحكم السلطان الظاهر بيبرس وبنى الدولة العظيمة التي دحرت كل قوة لئيمة، فقضى في كل شيء بنفسه وخرج في الجيش على رأسه. بنى المكتبات والمدارس وصار في كل شيء يفكر ويدارس. بالنسبة للأزهر فنستطيع أن نصلي فيه جميعا يوم الجمعة القادم بإذن الله. أما البريد فقد اكتمل انتظامه تقريبا بوجود مراكز الأخبار الرئيسية الثلاثة، دمشق والقاهرة وغزة. الساعة لا يتوقفون عن المجيء والذهاب. يبدو أن الأتابك فارس الدين قد عمل بحرص شديد على الإكثار من العسس في كل حدب وصوب. وقد بني كل ما أشير علينا بضرورته من جسور وطرقات، وبات في كل مدينة من مدن مصر الكبيرة مكتبة كبيرة يعمل القائمون عليها على جمع كل ما يتوفر من الكتب بأكثر من نسخة لكل كتاب. وما الخطوة التالية أيها المنصف؟ استكمال الأعمال في مدن الأقاليم الصغيرة وشق السواقي لتحسين أحوال الري في قرى الصعيد. أجل هذه إلى ما بعد دمشق. دمشق إنها أحب المدن إلى قلبي، أريدها أن تكون كباقي مدن الدولة بل وأفضل منها. ابني فيها مكتبة تكون أكبر من أي مكتبة في مصر. كان للظاهر بيبرس في حياته ما يريد، ولكن للبشر أجل مكتوب ما عليه من مزيد. فوافته المنية بكأس دست فيها السم يد دنية. اسقنا شراب التوت. الحمد لله ثم الحمد لله الذي منحنا هذه النعم، نصرنا على المغول فدحرناهم من بلادنا دون رجعة. الحمد لله.
أحمد الله أنك لم ترث عن أبيك عينه المرشوقة يا بركة. ألا تستطيع أن تكبر بسرعة؟ أريد أن أراك تجلس مكان أبيك وتنشر المزيد من السلام والرخاء في هذه البلاد. ومات الظاهر بيبرس وترك دولة قوية آمنة مكتملة البناء، وهو الملك الوحيد الذي سكن وجدان الناس إلى درجة أنهم صاغوا من خيالهم الشعبي ملحمة شعبية تروي حكاياته وبطولاته. خلفه السلطان المنصور سيف الدين قلاوون وتابع ما ابتدأه بيبرس. وفي عهد السلطان خليل بن قلاوون طهرت الأرض العربية من الفرنجة إلى الأبد. دفن الظاهر بيبرس في دمشق، ولا يزال التاريخ يخلد ذكراه إلى الآن وسيبقى.